نبدأ بالقول لو بدأنا بأعداد القتلى، هل هناك إحصائيات عن أعداد القتلى رغم أن الأعداد كبيرة ومهولة؟ يعني هناك تقديرات أن أعداد القتلى قد تعدت 10,000 أو 15,000 قتيل في المعارك التي قادها مجرم الحرب حفتر في بني غازي ودرنة وغيرها من المناطق. يعني هل هناك إحصائيات دقيقة يستطيع أن تعطينا هذه الإحصائيات حكومة الثني أو ما يسمونه بالقيادة العامة للجيش الليبي أو ما يسم أو ما يمكن أن نصفه ببرلمان طبرق؟ لا يوجد إحصائيات في هذا المجال. إذا تحدثنا عن الجرحى أيضا، جرحى الذين يعانون الأمرين سواء كان في المستشفيات الليبية أو في الخارج، شاهدنا كثير من مقاطع الفيديو التي بثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن الوضع المزري للجرحى الكرامة سواء كان في مصر أو في الأردن أو في غيرها من دول العالم. أيضا إذا تحدثنا عن المعتقلين وعن يعني ما تحويه سجون الكرامة من السجناء ومن من يعانون الأمرين العذاب وغير ذلك، هل هناك إحصائيات مثلا لما يحويه سجن غرنادا أو برسس أو غيره من السجون التي يمكن وصفها بأنها كهوف وليست سجون، يعني لم تدخلها حتى منظمات حقوق الإنسان الدولية؟ كل هذه السجون يغيب فيها الإنسان ولا يعلم عن مصيره، لا يوجد أعداد لمثل هؤلاء المعتقلين. كذلك هل هناك أعداد أو إحصائيات صحيحة للمهجرين والمبعدين والنازحين من المناطق الشرقية؟ لا توجد، بالرغم أن هناك أعداد مهولة أيضا في المنطقة الغربية وهناك أيضا نازحين في المنطقة الشرقية ذاتها. إذن حجم الكارثة وحجم المصيبة وحجم المأساة وحجم الأزمة التي جاءت بها الكرامة المنطقة الشرقية يحتاج منا إلى فرق كبيرة جدا من الباحثين ومن الدارسين ومن الأخصائيين إذا أردنا فعلا أن نقيم مثل هذه المأساة ومثل هذه الكارثة.